يلا بينا يا شباب، هيا بنا. تمام يا ريس، طيب طيب احنا دلوقتي اللي عملناه النهارده، رحنا لواحد ما هيعرف فلوسه، صح كده؟ وراح اشترى ايه او ايه؟ اشترى ايكوتي، اشترى ديت. طيب اديت عندك كام سيناريو؟ اديت 3: افيلابل فور سيل، وهيل تو ماتيوريتي، وتريدنج. مين بيتعمل له في ام تي ام؟ الافيلابل فور سيل والتريدنج، الفرق ما بينهم؟ واحد بيروح على الانكم ستيتمنت، واحد بيروح على الاو سي اي. حلو قوي. والهيل تو ماتيوريتي خلاص، بيتعمل بالامورتايزد كوست. زي الفل. طيب واحد بقى راح اشترى ايكويتي سيكيورتي، اشترى كومن ستوك، ايه السيناريوز؟ يا اما بالفير فاليو، يا اما سوري، يعني يا اما يبقى ليه انفلونس، او نشوف يبقى كنترول، او يبقى ليه باسيف مايل. اندكس. بالظبط. حلو قوي. وفي حته تكه كده، لو انا ايكويتي ميثود ممكن اختار اوبشن فير فاليو، صح كده؟ تمام يا ريس، زي الفل. طيب جميل قوي. انا بس في هنا حته هكمل بيها موضوع اللي هو ربنا كان فاتحها في معاه قوي، وراح اشترى ايه؟ وراح اشترى كمية اسهم رهيبة بقى ليه كنترول. عايز اوريكم حتة كده جايبها جلايم، بس انا ما اعرفش في الاديشن الجديد بقى احنا لسه هندج جواه وهنشوف هل لغى كل الأسئلة المحيطة بالموضوع ده ولا لا. جميل، لان هو الوحيد اللي شارح، يعني هو هوك مش جايب الكلام ده خالص عملي يعني. طيب بصوا معايا كده، النهارده حسين كان معاه فلوس اللي هو الف الف مبروك بقى، اسمه ايه؟ بيرن. بيرنت. راح اشترى، بس مش 100% بقى، راح اشترى 80% من اسهم سبسيدري. اشترى كام في المية؟ 80%. حلو الكلام؟ أما بيحصل كده بنضطر نعمل تقييم لأصول السبسيدري. قيمناها لقيناها عاملة 350، واللايبيليتيز اللي عليها عاملة 140. يعني بنتكلم في ايكويتي عاملة كام؟ 210. البيرنت هنا تصور اللي هو راح دفع في شراء ال 80% دي، راح دفع كام؟ 192. ففي الحالة ديت بنحتاج نحسب كفتين، كفة اللي دفعه البيرنت اللي هو هنا والكاش، دفعه كاش، دفع كام؟ 192. هو اشترى كام في المية من الشركة؟ 80. 80، يعني في 20% هو مش مسيطر عليهم، صح؟ حقوق أقلية مش مسيطر عليها، بنسميها non controlling interest. دي الحتة يا عم حسين اللي أنت مش مسيطر عليها. كم في المية؟ 20%. هنجيب الكفة الأولانية، هنشوف الكاش اللي دفعه حسين زائد الفير ماركت فاليو بتاعت ال 20% ديت عامله كام؟ عامله 48. الكفه دي كده مجموعها عامل كام؟ ٢٢٢. 240. انت عاملها بالماينس. 240. ماشي الحل؟ ماشي الحل؟ تمام. اللي اتكع في الشركه ديت اكبر من قيمتها، صح؟ الفرق ده بيبقى جود ويل. الفرق ده بيبقى ايه؟ جود ويل.
يبقى جود ويل. جود ويل. طيب ده الجود ويل دي بتظهر فين؟ في الكونسوليديتد فاينانشال ستيتمنتس. طب افرض ان النهارده طبعا الكلام ده جلايم انفرض بيه ماشي، فانا بوريه لكم برضو عشان ايه اف واي اي. يعني افترض ان اصول السبسيدري دي عامله 400، ففي الحاله ديت كانك عندك نيجاتيف جود ويل صح؟ اه. فاول لما حد من بتوع المعايير بيشوف الكلام ده بيقول لك ايه ده نيجاتيف جود ويل، انت موست لايكلي انت مقيم الاصول دي غلط، لا اما عامل اوفر استيميشن هنا لا اما عامل اندر استيميشن هنا. بس لو دي الكيس يبقى انت يا ابن الحلال عندك جين في الشروه بتاعتك. عندك ايه؟ عندك جين، جين في الشروه بتاعتك. هترميها على البي اند ال الكونسوليديتد، هترميها على البي اند ال الايه كونسوليديتد. دي الحته اللي جلايم ايه جابها في كتابه. طيب خلونا نرجع نبص على السؤال اللي كان واقف قصادنا، وبعد كده نشوف احسن ديسيجن نعمل ايه. هل نعمل نكمل حل ولا ناخد جزء جديد على حسب ما ايه نشوف كده الدنيا تمشي ازاي. تحب نرجع للسؤال اللي احنا كنا واقفين عليه ده تبصوا فيه تاني؟ بتاعي ريكلاسيفيكيشن ده ولا ايه؟ لا لا هو بعد الكونسول رقم 10. طب خلينا نعمل الريكلاسيفيكيشن ونخلص منه. اه افتكرته بتاع الايكويتي ده. افتكرته اللي هو كان بتاع 1,100,800. ايوه بالظبط. خلينا نخلص صب من الريكلاسيفيكيشن ده. انا ليا اقتراح لو يناسب الكل انا ممكن ابروسيد فيه. اتفضل. لو احنا حلينا على جزء الانفستمنت ده يوم الثلاث الساعه 6 يناسبكم؟ كويس جميل جدا. ممكن بعد نص ممكن بقى يا ريس، ممكن 7. طيب يا ريس بس عشان الشغل. يعني لو خلصنا شغل يبقى 7:30 مثلا 8 9 10 11 12 خد بالك ممكن ما تحلش خالص. ممكن ما تحلش خالص احنا كده 6 عندنا احنا 7. 7 كويس؟ لو 7 عندك 7 كويس خلاص 7 3 يا محمد. اوكي ماشي. احنا لو قدرنا نعمل كده في الفار، اصل الفار يعني انا نفسي احل معاكم كل الاسئله بس الكلام ده هيستنفذ وقت كبير، فانا ممكن اعمله بره السيشنز بتاعتنا، انا ما عنديش مشكله. استنى انا ماشي تمام ماشي. طيب انا هنا عامل السلايدز ديت مسميها 002، حاطط بقى فيها الحاجات اللي هي ايه يعني بجمع لك حاجه او بديك حاجه بسليك بيها ماشي. جايب لك تقسيمه سداسيه من عند مين؟ من عند هوك. من عند مين؟ من عند هوك. انتوا كده كده عارفين لو انت اشتريت ديت سكيورتي لا اما هيلث تو ماتيوريتي امورتايزد كوست لا اما افيلابل فور سيل في الماركت فاليو او سي اي لا اما تريدنج فير فاليو انكم ستيتمنت او اشتريت سكيورتي. السكيورتي ده لا اما اقل من 20% وقد يكون ليه بورصه فهتشتغلوا بالفير فاليو، لا اما ملوش بورصه بالتكلفه ناقص الامبيرمنت، لا اما ليك سيجنيفيكانت انفلونس ايكويتي ميثود، لا اما الف الف مبروك انت عندك كنترول انت بقيت بيرنت. لو تاملت اللي احنا اتكلمنا فيه ده هتفهم الرسمه اللي عم او الجدول اللي عامله استاذ مين؟ استاذ هوك. هوك قال لك انت عندك حاجات بتتقيم بالامورتايز كوست قصده ديت، عندك
حاجات بتتقيم بالفير فاليو من خلال الاو سي اي قصده ديت. عندك حاجات بتتقيم بالفير فاليو من خلال الانكم ستيتمنت قصده ديت. عندك حاجات بالتكلفه ناقص الامبيرمنت قصده ديت. عندك ايكويتي ميثود، عندك كونسوليديشن. لقط الليله واضح يا جماعه؟ اه تمام يا مستر واضح. ماشي. ممكن لحد ما الأذان يخلص كده نقرا البقين دول. ماشي. وبعد كده ندي عليهم كومنت. ماشي الحل؟ تمام. يلا بينا. يلا يا رئيس. ووعد مني اخر الاحزان. ها دي اخر الاحزان في الانفستمنت. طيب بيقول لك الترانسفيرز ما بين الكاتيجوريز ينفع يتعمل؟ ينفع بس بشروط. الله ينور عليك. only when justified. جميل. طيب انا النهارده كنت رايح شاري البوند بتاعت عمار وقلت خلاص يا جماعه انا عندي الانتنت والابيليتي وعملت فيها سوبرمان وانا مش هحتاج الفلوس وهقعد 10 سنين صبر على فلوسي. حلو. واضح بالنسبه لك الكيس؟ تمام. جيت قلت ايه بقى؟ انا نفسي لا الحقيقه انا مش هقدر اصبر على فلوسي. انا مش هيلث ماتيوريتي حاجه، انا اسف انا هبيعها. ماشي. فانا عايز احولها. واضح؟ تمام. فبيقول لك ترانسفيرز فروم الهيلث ماتيوريتي المفروض يكون نادر and should only be made when there is a change in the entity's intent to hold a specific security اللي هي بتاعت عمار لحد تاريخ الاستحقاق اللي هو بعد 10 سنين. المفروض الكلام ده does not call into question the entity intent to hold the other debt securities. فاهمين الكلام؟ لا. حسين اتحوط في فلوس. حسين راح اشترى الاول البوند بتاعت عمار وقال يا جماعه انا 10 سنين هصبر على فلوسي. حلو الكلام؟ اه. اتحوط في فلوس فمحتاج يعمل ايه؟ يبيع البوتس بتاع عمار. ماشي. فهو بيقول لك حاجه، هو انت حوجتك موصلك اللي انت كمان بقى نروح نشوف البوندز بتاعت اسماء اللي عندك والبوندز بتاعت قابيل اللي عندك عشان يمكن برضو يروحوا فاهمين يتحولوا بقى من هيلث ماتيوريتي لغيرهم. فاهمين الكلام؟ تمام. ما انت طالما محوج اشمعنى محوج في دول بس؟ تمام. رئيس معلش، هو يعني التأثير بتاع فكرة الكلاسيفيكيشن دي ايه المهم فيها؟ اقول لك انا. ايوه. مش انت رامي فلوسك في شركة حسين؟ بالظبط. انت كيوزر؟ بالظبط. في فرق كبير جدا لما حسين يجي يقول لي انا شركة متينة مستثمر في سندات لمدة 10 سنين. صح؟ تمام. وفجأة الاقيه باعهم. هو انت يا ابني حاجة حصلت عندك في الاوبريشن؟ ما تفهمني، انا يوزر محتاج افهم. ايوه. فهمت القضيه؟ تمام يا رئيس. تمام. فالفاس بقى لك خلي بالك لو انت اتحوجت في دي ففهمنا. طب انت عندك حاجه ثانيه محوج فيها ولا لا؟ عشان اليوزر برضو محتاجين نطمن على حالته. والترانسفيرز تو اند فروم التريدنج كاتيجوري يعني اللي انت صحيت الصبح لقيت البوند اللي انت كنت قايل انا مش هتاجر فيه ضرب في دماغك تتاجر فيه.
او البوند اللي كان عندك انت كنت بتتاجر فيه، صحيت تاني يوم قلت لا 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 انا مش بتاجر فيه، قال لك ان الموضوع ده صعب شويه. فاهمين؟ حلو قوي. عامه الفاسبي بيقول لك اي ترانسفير، اي ترانسفير اوف ا بارتيكولر سيكيورتي من الكاتيجوريز اللي سيادتك عارفها، هيل تو ماتوريتي افيلبل فور سيل تريدنج لجروب تاني، هيل تو ماتوريتي افيلبل فور سيل تريدنج is accounted for at fair value. فاهمين؟ تمام. حلو قوي. اي unrealized gain ولا loss الاكاونتنج بتاعها as follows. ماشي؟ حصة جميلة، شرفتني والله النهارده. لسه ليز يا عم قبيل، سيبهم في حالهم الله يكرمهم. لا كفايه ده، كفايه ده. لا لا الا الله، قبيل في ايه؟ مش دلوقتي يعني، بعدين. يا عم لا لا الا الله، سيبنا في الحزن اللي احنا فيه ده. بس بص يا جماعه، والله في طريقتين والله العظيم ممكن الكرسي يتعمل بيهم. ماشي؟ اه. الطريقه الاولانيه ان انا اشرح الانفستمنت بالرسمه دي، بالرسمه دي والرسمه دي، ومثال جلايم وطير. ماشي؟ الكلام اللي انا جايبه لك ده انا ضمم لك فيه جلايم على هوك، على 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 بيكر، عشان تفهم الريكلاسيفيكيشن. ممكن انا ما اجيبلكش سيره ان في حاجه اسمها ريكلاسيفيكيشن خالص. ده حقيقي. في طريقه كورس ثانيه. جزاك الله خير والله. انتوا فاهمين قصدي؟ والله ولا كده جبت سيرتها يا مستر. ايه؟ ولا كانك جبت سيرتها. انا عايز اقول ايه، ما هو في والله العظيم انا مشكله فين، انا ما بخش في الحاجات دي اللي قدامي ممكن يجي له اكتئاب. هو لسه هيجي له، لو شرحت له السهل هو لسه هيجي له اكتئاب يا فندم. هو جاله خلاص. الاكتئاب انا عرفت حضرتك. انا عرفت اكمل الفيلم معاكم ازاي. لا لا اتفضل. لا كمل كمل يا راجل، كمل يا مستر، اشتغل اشرح لكم الليس في ربع ساعه. لا لا لا. الانفستمنت لما بيتفهم هتبص تلاقوه من اسهل الحاجات اللي موجوده، بس هو عشان حاجه جديده على ودنا بتحس ان انت مستغرب المعلومه بس شويه. هو فعلا محتاج ان احنا نسمع الفيديوهات دي كمان مره لحد ما مره كمان هتظبط الدنيا. هتلاقوه سهل جدا جدا جدا. جزاك الله خير يا مستر سامح، يعني ربنا يجعلهم زي حسناتك. وش سيئات؟ اهم حاجه بس ما حدش يدعي عليا، عشان انا عمال يحصل لي حاجات غريبه، فانا مش عارف الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات بتدعي عليا ولا بتدعي لي، انا مش عارف. طيب الله العظيم، عمال يجي لي امراض غريبه والقناه تتقفل، عارف، وشويه الاقي البوليس دخل. ربنا يستر. يا رب ربنا يستر. طيب بص بقى، ركزوا معايا كده. انا النهارده صحيت الصبح قلت انا عايز اشيل حاجه من التريدنج. جميل، احطها في كاتيجوري تاني. لو رجعنا للفاسب، الفاسب قال لي ايه؟ بص يا عم الحاج، اي ريكلاسيفيكيشن بيتعمل لازم يتعمل على الفير فاليو. ماشي ماشي تمام. طب انا صحيت الصبح قرفان عايز اعمل ايه؟ اعمل ريكلاسيفيكيشن من التريدنج او اديه حته ثانيه. طب هل هو جوه التريدنج كان شغال بالفير فاليو؟ كان شغال بالفير فاليو. كان شغال. تمام. خلاص يا دار ما دخلك شر يا عم، الاماونتس اوريدي ريكوجنايز في الايرننج، اوعى تعكسها، انت كده زي الفل. ماشي؟ واضح؟ حلوة. يعني انا باجي وقت التقييم واقيم عادي ومفيش اي مشكله، وتتغير من فير من تريدنج لاي كاتيجوري تاني، خلصنا على انت التريدنج على طول، ما خليه على الفير ماركت فاليو بس زي ما هي كده، نحولها. اوعى تعكس حاجه، هسميها بس اديها اسم وخلاص. تديها اسم بقى وتشتغل بالاسلوب الجديد، بالجديد بقى بقى على الجديد. تمام كويس. طيب جبت بقى من كاتيجوري تاني وبتحشره جوه التريدنج، طب انت جايبه منين؟ هي دي القضيه.
فبيقول لك الاماونتس نوت اوريدي ريكوجنايزد ان ايرننج شال بي ريكوجنايزد ان ايرننج ايميديتلي. ميك سنس؟ اقرا السطر ده كده. اه ميك سنس. ماشي. طيب حاجه جايبها من بره تو افيلبل فور سيل من الهيلث ماتيوريتي. طب هو جاي من الهيلث ماتيوريتي كان شغال على ايه؟ امورتايزيشن كوست. بالامورتايزد. امورتايز. لا احنا قلنا فير فاليو. طب هنودي الفلوس بقى فين بتاعتنا الريلايزد؟ او سي اي. او سي اي. واضح؟ طيب هنا ده كلام بيكر. الواحد ما بيخاف يقول بيكر والله. هيلث ماتيوريتي ترانسفيرد تو افيلبل فور سيل، يعني انت جايبه كده بيقول لك الان ريلايز خلاص احنا قلناها دي. طيب تو هيلث ماتيوريتي يعني انت صحيت الصبح كان عندك البوند بتاع عمار كنت قايل لا انا مش هقدر اقعد بيه لحد تاريخ استحقاقه، صحيت كده حسيت صحتك كويسه لا انا هستحمل اقعد بيه لحد تاريخ استحقاقه، فانت عايز تجيبه من حته كان افيلبل فور سيل او سي اي وعايز تحشره في امورتايزد. فالمعيار جه قال لك ايه في السلايد الاولاني في عمليه النقل عايزينه بالفير فاليو. طب انت جايبه من حاجه اصلا بيتعملها فير فاليو ولا لا؟ بيتعمل لها. فبيقول لك الاماونتس اللي هي ريكوجنايز في الاو سي اي اوعى تعكسها بس هتضطر تعمل لها امورتايزيشن زي البريميوم والديسكاونت كده بتاع السندات. ماشي. طيب الكلام ده بيجي بكيسز عمليه ولا جاست بس كده يعني بيسال نفس الاسئله كده بيبقى نظر وخلاص؟ والله بص يا بص يا قبيل الجزء ده انا ما شفتش عليه ولا سؤال سي ام اي يبقى خلاص فاهم قصدي؟ تمام كويس. طيب ترانسفيرز فروم هيلث تو ماتيوريتي او from trading ده المفروض should be rare. خلاص ماشي اوكي. بصوا بقى الجدول ده، الجدول ده تحفة اللي عامله فنان بس انا حطيت فيه التاتش بتاعي. يعني انت النهاردة كنت عندك حاجة بتتاجر فيها، سند بتتاجر فيه، عايز توديه كاتيجوري تاني، خلاص انت اوريدي هو فروم تريدنج، عايز توديه حته ثانيه يا عم الحاج الحمد لله هو كده كده كان متقيم. فبيقول لك ات هاز اوريدي بين ريكوجنايز في الانكم، مفيش اي ادجستمنت انت ما تعمله، واوعى تعمل اي ريفرسال، دي زي الفل دي. طيب من اي حاجه عايز تخليه بقى النهارده انا هتاجر بيه خلاص بالفير فاليو ريكوجنايز ان كارنت ايرننجز، هتعمل بقى تقييم على الفير فاليو لو هو ما كانش اوريدي ريكوجنايز. ماشي. طيب حاجة كنت عامل فيها بطل أنا هصبر 10 سنين، لا جيت صحيت الصبح قلت لا مش هقدر أصبر شكلي كده، فأنت هتاخده من حاجة كنت تعمل لها أمورتايز عايز تدخلها على فير فاليو، خلاص مفيش مشكلة اعمل الفير فاليو وديه في الأو سي آي لأنك هتدخله أفيلابل فور سيل. حاجة كنت أنت أوريدي في الأفيلابل فور سيل وهتدخلها هيلث تو ماتيوريتي، جميل المعيار قالك أنت هتشتغل بالفير فاليو في تاريخ التحويل بس معلش المبالغ اللي كانت موجوده في الاو سي اي دي اعمل لها امورتايزيشن زي ما بتعمل امورتايزيشن للبريميوم او الديسكاونت. ماشي الحل؟ طيب ده الترانسفير بس كده. طيب احنا قدامنا تو اوبشنز، يا اما اشرح حاجه لمده 10 دقائق صغنونه خالص ويوم الثلاث نحل الثلاثة سب يونت دول احسن لكم؟ اه تمام يا ريس، على الاقل نكون بس قرينا يعني ذاكرنا موضوع الانفستمنت ده تاني. طيب انا مستر ايه الاوبشن الثاني نخش نحل؟ لا خلاص خلينا يوم الثلاث يعني، يا اما نخش نحل حبه دلوقتي قصدي، بس انا حاسس ان انتوا مهزوزين. لازم ناكل على الكلام ده تاني. طيب هشرح حاجه لمده 10 دقايق ونقفل على كده. وعايز الفت انتباهكم لحاجه، لو في حد فيكم يحب يقرا مصدر للانفستمنت محترم انا عامل هاند اوتس، انا عامل
هاند اوتس. الهاند اوتس ديت ان شاء الله قريبا جدا هطلع بيها بفيديوهات تفصيليه. الهاند اوتس دي مبنيه على كيسو وعلى هوك وعلى جلايم الثلاثه مع بعض. احنا هنذاكر دلوقتي رسم الهاند اوتس. بص يا عمرو، السلايدز اللي انا شرحت بيها مع الشرح اللي انا شرحته لك النهارده ده في نظري انا كافي جدا للامتحان. بس هو ده اللي عايزينه يا ريس المرحله. تمام ماشي تمام يا ريس. في بقى بعض الناس بيحب يعرف الامور بشكل اكثر تفصيلا، ده هنساتسفاي الاحلام ديت من خلال فيديوهات تفصيليه. والله يا باشا بص، يعني ايه، خلينا في السلايدز وشرح حضرتك ده، ولو في حاجه ما استاذنك يا محمد، الهاند اوتس ديت لو على جوجل درايف ممكن بس تدينا اللينك بتاعها لحد بس ما اجيب الجزء اللي انا عايز اشرحه الباقي ده. ابعت له مع الجروب. طيب بصوا يا شباب بقى، حاجه عبيطه جدا هنتكلم فيها، سهله جدا. حاجه اسمها وارنتي لايبيليتي. حاجه اسمها ايه؟ وارنتي لايبيليتي. انت النهارده بتروح تشتري موبايل، جميل، فالبيع وهو بيبيع لك الموبايل بيقول لك انا بعت موبايلات مثلا ب 300,000 دولار. حلو الكلام؟ تمام. رحنا للبياعين قلنا لهم ممكن تقولوا لنا بخبرتكم كده الضمان اللي بتدوه سنتين ده، احنا بندي ضمان كام سنه؟ سنتين. ممكن بخبرتكم كده تقولوا لنا كم في المية من الزباين بيرجعوا في الغالب، اللي ياخد قطعة غيار واللي ياخد فلوس والكلام ده؟ قال لك من 300,000 دولار نتوقع تكاليف وارنتي 8%. جميل؟ بحوالي 24,000. فأنا بديهيا المفروض إن أنا وأنا بدخل إيرادات مبيعات الموبايلات في سنة تير 1 أقابلها بمصروف أكون بيه بروفيجن وارنتي لايبيليتي، صح ولا لا؟ بالظبط. فانا في اللحظه دي هكون بروفيجن بكام؟ ب 24,000 دولار. ان البياعين وهم بيقولوا لنا على 8% ديت قالوا لنا بس خلي بالكم، حبه من الزباين هيجوا لك في يير 1 وحبه من الزباين هيجوا لك في يير 2. ده انا كراجل اكرول اكاونتنج مش فارق معايا، انا كده كده هبني البروفيجن كله يقابل الايراد في السنه الاولى. تمام. واضح الكلام؟ واضح. فده معناه ان انا وانا بقفل السنه الاولى او خلال السنه الاولى انا بنيت بروفيجن بكام؟ 24. طيب هل في زباين جت؟ 5. ب 5,000 في بيمنتس اتعملت فاستخدمت فيها البروفيجن، قلت وقتها ديبت الوارنتي لايبيليتي، فالبروفيجن ده قل بكام؟ بقى كام؟ 19. بقى 19,000. جيت في السنه الثانيه بعت موبايلات بكام؟ ب 500,000. نفس الكلام هكون لها بروفيجن بكام؟ ب 40,000. فالبروفيجن وقتها هيوصل رصيد 59. هل في زباين جم؟ 37. ب 37. فهقفل يير 2 وانا عندي بروفيجن بكام؟ 22. واصله؟ يعني هو بيبقى كيميولاتيف يا ريس، ما باجيش كل اخر سنه ارد الجزء بتاع الناس اللي ما جوش. ترد البروفيجن بتاع الناس اللي ما جوش؟ يعني انا واخد 24,000 دول يخصوا اول سنه، صح؟ صح. حلو. فانا هاجي اول سنه مثلا اقول ان من الناس دول جم 5,000 مما ده يبقى اسمه، تمام، ده اسمه تشينج ان استيميت، هتاخده على البي ان دي العادي. يعني ممكن ارده عادي عشان كذا؟ طبعا لان ده تتوقع. تمام يا ريس. فانت لو موبايلاتك ماشيه زي الفل، اللي هتحتاج تعمله اللي انت تقعد في ميتنج مع البياعين تقول لهم يا جماعه خلي بالكم شكل النسبه اللي انتم مديها لنا ديت كونسرفاتيف بالزياده. تمام. فاهم؟ طيب ال- 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 النوع ده من الضمان يا جماعه كان زمان في المعيار بيسموه انسبرابل وارنتي. بيسموه ايه؟
انسبرابل وارنتي. انسبرابل وارنتي يعني وارنتي لازق في الموبايل، اللي المعيار الجديد اطلق عليه كلمه اشورنس تايب وارنتي. اطلق عليه ايه؟ اشورنس تايب وارنتي. اشورنس تايب وارنتي ان هو ضمان ما ينفعش ينفك عن الموبايل. فالاوبليجيشن بتاعت الشركه اللي بتبيع الموبايل هو اوبليجيشن واحد، موبايل بضمانه. فالضمان هنا مش سيبريت اوبليجيشن. فاهمين؟ تمام، ممتاز. وبالتالي انت في المبيعات مش بتثبتها بالكامل بال 300,000 صح؟ المبيعات هتثبتها بال 300,000 وهترمي مصروف تكون بيه بروفيجن. مش في جزء من اللي هو البرفورمانس اوبليجيشن لسه ما لا نوت يضن اللي هو بتاع الوارنتي؟ ما انا كونت له بروفيجن. يعني هو يا اما كده يا اما كده، ولا بس دي الطريقه لا انت هترمي المبيعات بتاعتك ب 300,000 وهتكون البروفيجن بمصروف. فاهم؟ يعني المبيعات ما لهاش علاقه بالورنت خالص، ده حاجه ودي حاجه. ما يعتبرش بيرفورمانس اوبليجيشن رايس؟ لا هو اوبليجيشن واحد. انا معاك يا رايس. دلوقتي حضرتك من المفروض ان انا بريكوجنايز الريفينيو مع البيرفورمانس اوبليجيشن صح؟ فهو انا اديته الموبايل بس السنتين بتوع الوارنتي لسه ما يعني ما فيش ما يعني ما عدوش صح يا رئيس؟ فانا بقول لحضرتك صح كده. بص بقى، ما انا ركز معايا. اتفضل. الوارنتي هنا مش سيبريت اوبليجيشن. فاهم؟ تمام يا رئيس. طيب انا بقى عايز اتكلم على الحاجه اللي انت بتتكلم عليها ديت. انتوا عارفين محل اسمه كومبيومي؟ عارفين اكسترا يا باشا؟ عارفينه. يعني المحل ده ما بتخش وبتلاقي البياع بيقول لك ايه؟ انا هبيع لك الموبايل ومعاه سنتين ضمان، ايه رايك تشتري ضمان مستقل للسنه الثالثه؟ تمام. ففي الحاله ديت انت بتدفع 1000 جنيه موبايل ومثلا 200 جنيه ضمان السنه الثالثه. ال 200 جنيه ديت هنعمل فيها ايه؟ هنقول ديبت الكاش ب 200 جنيه. هل الاوبليجيشن ده الشركه قدمته؟ لا لسه. وده سيبريت اوبليجيشن. هتقول كريدت الان ايرند ريفينيو ب 200. الان ايرند ريفينيو ده لايبيليتي في الميزانيه. المعيار الجديد دلعه وسماه كونتراكت لايبيليتي. ماشي؟ تمام يا رئيس. بس الفاسبي بيقول لك استخدم المصطلح اللي انت شايفه مناسب، مش شرط تستخدم كونتراكت لايبيليتي، ممكن تستخدم ان ايرند ريفينيو، ديفيرد ريفينيو. جميل، على حسب ما انت المعامله عندك ايه افضل حاجه تعبر بيها عن طبيعه الترانزاكشن. ماشي الكلام؟ كاستمر ادفانس في بعض الاحيان وهكذا. طيب بعد كده هنقول للمحاسب اللي عندنا، بص يا عم الحاج، اما تخش في السنه الثالثه عايزك تمسك الرقم ده تقسمه على 12، وكل شهر اقعد ارمي انتري ديبت الان ايرند ريفينيو كريدت الريفينيو. ماشي؟ تمام. وهروح على المحاسب اللي بيتعامل بقى مع الحاجات، العميل اللي جاي يقول لك دي بايظه ولا دي مش عارف ايه، لاما انت بتسحب سبير بارتس وبترمي على المصروف او بتدي له كاش. فاهمين قصدي؟ تمام يا باشا. ده هيشتغل في طريقه وده هيشتغل في طريقه، وده اسهل اسلوب لامساك الدفاتر في الحته دي. وكده الماتشنج هيبقى شغال عادي عشان احنا لانك مستحيل تعين 900,000 محاسب يقعد يتراك كل برودكت تتباع له قد ايه. فاهمين؟ وتصرف عليه قد ايه؟ هيبقى جنون. لقطوا قصة؟ الورنتي التاني ده كان زمان بيسموه سيبرابل ورنتي، دلوقتي اسمه سيرفيس تايب ورنتي. هو سيبرابل فعلا. ماشي الحال؟ تمام. حلو قوي. طيب لحظة كده يا جماعة، لحظة واحدة.
ايه رايكم في انفستمنت؟ عارفين يا جماعه دايما بتسال ليه مش ببتدي بالفار؟ ماشي هيقفل الناس دلوقتي يا ريس. دلوقتي يا ريس اجابه السؤال بقت واضحه، لو كنت بدات بالفار كناش كملنا دلوقتي اصلا. والله العظيم المشكله ما كانش زماننا. هقول لك المشكله فين، هقول لك المشكله فين. المشكله ان كل الناس معتقده ان الفار كله اللي هو متبادر لذهنه ديبت كريدت والبين حاجه معينه. فانا لما اشرح الانفستمنت لو انا في بدايه كورس ولسه معايا زباين جداد، الحل الوحيد ان انا اشرح له الجانب الوردي. ايه فاهم قصدي؟ حقيقي عشان ما يتصدمش، عشان يبقى مبسوط خارج مبسوط يقول لك الراجل ده مفهمني كويس قوي. فاهم؟ تمام. لا واضح يا ريس، واضح واضح. اصل المشكله دايما ايه، الشخص لما بيحس ان هو مش فاهم مستحيل يقول ان هو مش فاهم عشان الموضوع صعب. لا مش كده، مش فاهم عشان الانستراكتور مش عارف ايش الانستراكتور. اي مش عارف اوصل المعلومه. طيب عامه انتوا مش غرب بقى، فانا بجيب لكم التفاصيل التفاصيل. اخر حاجه بقى، يبقى احنا عندنا نوعين من الورنتي. عندنا حاجه اسمها اشورنس تايب ورنتي اللي هو كان زمان بنقول عليه انسبرابل، لازق في الموبايل. جميل. وعندنا السبرابل اللي هو ايه، السيرفيس تايب ورنتي. ده بيتسجل ايه، ان ايرند ايه، ريفينيو. تقعد ايه بقى، تقعد تعمل له امورتايزيشن من اول السنه الثالثه بقى في المثال اللي انا كنت بحكي فيه. طيب اخر حاجه الكونتينجنسيز. اخر حاجه الايه، الكونتينجنسيز. الكونتينجنسي قد تكون حاجه حلوه وقد تكون حاجه وحشه. ماشي. يعني هنتصور ان في ليتيجيشن بينك وبين حد تاني، ممكن المحامي يقول لك لا 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 خلي بالك اطمن انت كده ات مينيمم هتكسب $50,000. حلو. ففي اللحظه دي الكونتينجنسي جايبه لك جين، تصوراتنا ليها انها هتجيب جين، في حين ان ممكن نتصور ليتيجيشن حبه موظفين رفدتهم هيرفعوا عليك قضيه، المحامي قال لك فوق ال 50% سيادتك لابس في $100,000. ففي اللحظه دي تعتبر لص، واحنا عشان بنحب النكد فهنضطر ناخد بروفيجن. صح ولا لا؟ صح. فلو انا النهارده بقفل السنه، المحامي بتاعي قال لي الموست ان بروبابل ان انا ادفع $100,000، هرمي انتري واعمل ديسكلوجر. المحامي قال لي انت متوقع فوق ال 50% انك تخسر القضيه، بروبابل اللي انت تخسرها، بس هتخسر من في حدود من 50 ل $100,000، هترمي انتري بالاقل وهتعمل ديسكلوجر بالرينج. فاهمين؟ يعني اكسبنس 50,000 واعمل ديسكلوجر ان هي من بالرينج. المحامي قال لك انت احتمال تخسر القضيه بس انا مش عارف كام، هتعمل ديسكلوجر. ماشي. المحامي قال لك انت مستبعد تخسر القضيه ديت، ولا يهمك ولا تعمل حاجه. ماشي. تمام. المحامي قال لك $1,000 مبروك، متوقع تكسب $50,000. احنا بتوع نكد هنعمل ديسكلوجر بس، مش هندخل جين الا ما يبقى رياليزد. ماشي الحل. تمام. طيب انا بس عايز اجيب لكم حاجه قبل ما ايه، لحظة طيب
في حد من مش تقريبا عمرو ولا مين كان من جوه كده مش بالع قوي ان احنا نقلل الايراد في الاشورنس تايب وارنتي. لا انا قلت حضرتك نقلله, حضرتك قلت لا انا اخد بروفيجن. ايوه انا بقول اهو بالظبط. انت كنت عندك حاله من الحرج شويه, احنا ليه مش بنقلل ايراد صح؟ على اساس ان هي بيرفورمانس اوبليجيشن تاني غير الموبايل. الله ينور عليك. لا هو نفس الاوبليجيشن موبايل بضمانه بالظبط, بس هما اتنين يعني انا لما هاجي اعمل بريك داون ليهم مش سيبرت, مش سيبرت اوبليجيشن, موبايل بضمانه. يعني لو رحت اقسمت لهم انا عايز موبايل من غير ضمان السنتين مش هينفع. انا معاك, بس انا كسيلر انا شايف ان هما يعني كانه موبايل يا عمرو لا ينفك عنه, ما لا ينفك عنه. بس ده حضرتك في خلال سنتين. انا مع حضرتك طبعا, وده ليجالي اصلا. يعني احنا هنا في السعوديه ليجالي ان انت لازم تبيع مثلا الموبايل مع سنتين ضمان مثلا. تمام. انا عارف خايف من ايه. ايوه رئيس. تمام. ان التصور بتاعك يخليك تحل غلط, بمعنى واحد يقول لي لا ده موبايل وده تصليح, انت عايز تقول لي ان دول حاجتين واحد, ده التزام واحد عليا ما ينفعش انا افصلهم عن بعض. طب لما اجي اسجله ايراد يا ريس اسجله ايراد كامل يعني؟ اي هو ايراد بس في احتماليه ان يجي من وراه مشاكل. الله ينور عليك. من المشاكل دي بشكل بروفيجن بس كده اللي يفتح بقه والله. طيب لو انت نفسك تقرا مثال بالارقام, في مثال في صفحه 719 في كيسو بيجيب لك اللي انت بعت موبايلات ب $500,000 فهتسجل سيلز ريفينيو كام؟ 500,000. لا يا باشا انا مصدقك. $500,000 مصدقك. إيه؟ مش محتاج, مصدق حضرتك مش محتاج اقرا والله. والله ما قصدي, انا عايز اثبتها في دماغك. تمام يا ريس. هو ده اللي بقى, وانا واحد من اعضاء الفازب انا غلبان يا عم. بس وبتقول ديبت الورانتي اكسبنس كريدت الورانتي لايبيليتي, ده لو ايه, لو اشورنس تايب. السيرفيس بنضطر نقول ايه, ان ايرند ريفينيو, ونقعد بقى ناكله في ايه, في امورتايزيشن. ماشي الحال, ديبت الان ايرند كريدت الريفينيو بس كده. تمام يا رئيس, دي حاجه حلوه قوي. طيب تحبوا نتقابل يوم الثلاث؟ يا ريس افضل يعني, يا ريت والله نحل على العك اللي احنا عكناه النهارده ده كله, يا ريت عشان نكون بس ذاكرناه كويس وربطنا اللي... في يوم ثاني يا ريس, في كوابيس ثانيه غير دي, في كوابيس ثانيه غير الانفستمنت ليز. انا هقول لك على حاجه, ذاكر الانفستمنت كويس قوي بالشرح اللي انا شرحته, وعايزك انت بنفسك تقيم الاسئله اللي هتشوفها. طيب هتلاقي الاسئله تافهه. طيب تمام, نسمع الفيديو ثاني كده نسمع الفيديو ثاني ونراجعه واحده واحده كده نشوف. يوم الاثنين في ماتشات؟ ده خلاص بطلنا يا ريس. لا لا خلاص نقعد شويه بس كده نريح من الصدمه. هو ليه يا ريس؟ هو حتى انت راجع كل ما ننسى ونغير الموضوع حد يرجعنا الموضوع ده. لا لا انا بس عايز اسالكم سؤال والله حقيقي يعني. ايه اقفل بقى التسجيل يا عمرو خلاص كده. حاضر يعني, ايه جت على دي اللي مش هتسجل.